طيب الله مساءكم بالخير احبتي المشاهدين الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من المدى استوديوم. طبعا حلقتنا مخصصه لهذا اليوم حول كرنفال مهرجان بغداد او ماراثون بغداد الدولي بنسخته الاولى الذي قيم يوم الجمعه الماضيه. طبعا ارحب بضيوفي الكرام، الامين المالي لاتحاد العاب القوى العراقي الدكتور زيدون الخفاجي، اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بك. وسعاده اللواء المصري السيد طارق حسن رئيس البعثه المصريه، أهلا بكم أحبتي المشاهدين الكرام. نبدأ محور حلقتنا لهذا اليوم لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، بداية حلقتنا لهذا اليوم صورة وخبر. فريق نفط الجنوب يفوز على ضيفه السماوة بهدف نظيف افتتاح الجولة 14 لدوري الكرة الممتاز. لجنة الحكام في اتحاد الكرة تحدد 8 من الشهر المقبل موعدا لإقامة اختبارات اللياقة البدنية والنظرية للحكام الدوليين والدرجة الأولى في ملعب الشعب الدولي. مدرب فريق نفط الوسط المصري حمزة جمل يرفض عرضا لتدريب فريق إسماعيلي في الموسم الحالي. مدرب حراس مرمى فريق القوة الجوية هاشم خميس يبين أن بعض اللاعبين المحترفين لا يستحقون أن يلعبوا في الدور الكروي كون مستوياتهم الفنية أقل من المحليين. طاقم تحكيمي عراقي بقيادة مهند قاسم يدير مباراة اليونغ الصيني وباجال الهندي ضمن تصفيات دور أبطال آسيا. رئيس اتحاد الكرة الطائرة مناف فاضل يؤكد إقامة معسكر للمنتخب الأول في شهر آب المقبل قبيل الولوج بمنافسات البطولة العربية التي ستحتضنها العاصمة الأردنية عمان. رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي يشيد بمشاركة الدول العربية في ماراثون بغداد الدولي. أخيرا رئيس اللجنة البارالمبية العراقية الدكتور عقيل حميد يوضح أن الأزمة المالية وضعتهم في مأزق كبير. شكرا للزملاء مصطفى وإيناس. طبعا يوم غد الثلاثاء إن شاء الله هناك مباراة جماهيرية ينتظرها الجمهور العراقي والبغدادي، على وجه الخصوص مباراة نادي الطلبة والزهراء التي ستقام الساعة 2 ظهرا. طبعا محمد الخفاجي أعد لنا هذا الاستطلاع قبيل المباراة. استعدينا استعداد جيد لمباراة الطلبة، أعتقد فريقنا جاهز لهذه المباراة، تغلبنا عليهم المرحلة الأولى 1-0. تعرف المباريات الجماهيريه دائما ما تكون مباراه مشوقه للاعبين وايضا للجماهير، نتمنى ان شاء الله نقدم اداء طيب، اداء يليق بسمعه الفريقين، وان شاء الله احنا مثل ما تعرفون احنا تقريبا حسمنا موضوع التاهل الى دوري النخبه، لكن نبقى نحافظ على سجلنا خالي من الخسائر، وان شاء الله نتحقق الفوز امام الطلبه. اليوم اخر وحده تدريبيه جريناها على ملعب الصناعه، الفريق بصوره عامه متكامل كل اطرافه، وان شاء الله نتمنى تكون مباراه ترضي الجماهير وتكون مباراة جميلة تليق باسم الفريقين. أكيد لنا ثأر لأن المباراة السابقة خسرنا بدون استحقاق فيها، إن شاء الله هاي المباراة نرضي الجمهور الطلابي. شكرا محمد. طبعا مدير منتخب الصالات الكابتن علي عيسى كان له رأي خاص في مباراة منتخب الصالات التي ستقام في باكستان، لنتابع. راح يتوجه إن شاء الله إلى أوزبكستان للدخول في معسكر تدريبي وإقامة مباراتين، الأولى نظمناها مع منتخب ماليزيا والثانية نظمناها مع منتخب تايوان، وبعدها راح يوم 8 راح ندخل أجواء البطولة. نتمنى للمنتخب أن يكون يحقق الإنجاز اللي يلحق بإخواننا في المنتخب الأولمبي، كون أنه هاي البطولة بطولة مركبة إضافة لها هي نهائيات آسيا، راح يختارون أفضل 5 منتخبات الأولى للمشاركة في نهائيات كأس العالم في كولومبيا. منتخب الفروسية وفرصة التعاقد مع مدرب للمنتخب من جنوب أفريقيا، لنتابع هذا الرأي. اجتمعت الهيئة الإدارية لاتحاد الفروسية العراقي المركزي وتمخض الاجتماع عن عدة محاور ونقاط لهذا العام عام 2016، كان الأبرز منها هو الاستعدادات لكأس العالم لالتقاط الأوتاد الذي سوف يكون إن شاء الله في شهر الرابع في جمهورية مصر العربية، اللي قررت أن تستضيف البطولة وب
قرار من الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد اللي أكون أنا ممثلا كعضو مكتب تنفيذي في هذا الاتحاد، أن يكون هناك استعدادات متواصلة، وقد تم التعاقد مع مدرب من جنوب أفريقيا إن شاء الله سوف يكون في الشهر الثالث من العام من هذا العام لتدريب المنتخب لمدة شهر واحد لإضافة بعض الأشياء التكتيك والتكنيك إلى فرسان المنتخب الوطني. طبعا مساعد مدرب نادي أمانة بغداد وسام طالب كان تحدث قبيل مباراة فريقه مع نادي الحدود في هذا التصريح. فريقنا الآن يمر بأفضل حالاته بعد فوز على فريق كربلاء، يعني بدنا نطلع تحقيق انتصار على فريق الحدود، فريق الحدود جاي من تعادل، إن شاء الله نطمح لتحقيق الانتصار إن شاء الله وتحسين موقعنا بالدوري، لأن مجموعتنا جميع الفرق متقاربة تقريبا من الفريق الثاني لحد الفريق السادس فرق نقطتين أو ثلاثة، يعني هذا مو فرق بدورينا والفرق كلها متساوية بالحظوظ، إن شاء الله نطمح لتحقيق ثلاث نقاط هاي المباراة. نروح طبعا لمنتخب البليارد والاستحقاقات المقبلة. البطولات المستقبلية هي عدينا لها منهاج، ومنها بطولة غرب آسيا اللي راح تكون شهر الثالث في الأردن، كذلك عندنا الإعداد لبطولة العالم أندر 21 وبعض البطولات حقيقة احنا راح نستثنيها لأنه لا يمكن تغطية منهاج كامل في البطولات، رغم أنه عندنا كفاءات في مختلف فعاليات البليارد. احنا البليارد هي فيها سنوكر وبليارد وكاروم وبليارد كرة ثامنة وكرة تاسعة، وكل هاي السنة الماضية كنا حققنا بها إنجازات ذهب وفضة، لكنه السنة الحالية صراحة راح تعتمد على الدعم المادي من للجنة الأولمبية والدعم المادي بالنسبة للاتحاد اللي هو راح يساهم إن شاء الله في إكمال مسيرة اتحادنا بالعمل الأول. طبعا قبل الحديث عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي يخص ماراثون بغداد الدولي، نروح لتقرير هشام علي الذي عده عن الماراثون والذي قيم يوم الجمعة الماضية لنتابع. إعادة الوجه الحقيقي للعاصمة بغداد ورفع الحظر الرياضي المفروض على البلد بات مطلبا يتطلع إلى تحقيقه القائمون على الرياضة العراقية بإقامتهم كرنفالات متنوعة. لوحة رياضية بغدادية جديدة رسمت هذه المرة بأنامل اتحاد القوى الذي بعث من خلالها رسالة إلى العالم أجمع، مفادها أن العراق ما زال قادرا على تضييف المحافل الدولية بتنظيمه ماراثون بغداد الذي شهد مشاركة 8 بلدان وأندية من جميع محافظات العراق، فضلا عن لاعبين عرب لهم باع طويل في هذه اللعبة إذ تنافسوا بمسافات الجري المختلفة ولكلا الجنسين، حيث حقق المغربي الحسن تريسم المركز الأول للرجال المتقدمين، فيما فازت العداءة السودانية آمنة بخيت بسباق السيدات. هذه الخطوة التي لم تخلو من حضور وزير الشباب والرياضة فضلا عن شخصيات رياضية وإعلامية عدتها الوفود المشاركة التي أكدت حضورها مرة أخرى إلى بغداد بأنها تحسب إلى اتحاد ألعاب القوى أو كما يلقب بالاتحاد الذهبي الذي يسعى هو الآخر إلى أن يجعل من هذا الماراثون ملتقا يتكرر في كل عام. إلا أن السؤال الذي ينتظر إجابة، هل إن اتحاداتنا قادرة فعلا عن رفع هذا الحظ أم إن أسبابا أخرى تحول دون ذلك؟ لبرنامج المدى ستاديوم هشام علي. شكرا هشام. طبعا أبدأ مع دكتور زيدون. دكتور، متى بدأت الفكرة والإعداد لهكذا مهرجان اللي طبعا جمع جميع الدول العربية؟ بداية انطلاق هذه النسخة الأولى، حدثنا من انطلاق الفكرة ومراحل الإعداد إلى لحظة بدء الماراثون.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة فكرة إقامة ماراثون دولي بدأت في عام 2015 عند اجتماع الهيئة العامة أو الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى الذي أقيم في الديوانية. بثقت هذه الفكرة بطرح هذا الموضوع على أعضاء الهيئة العامة. نعم. فالهيئة العامة كانت فرحة بهذا القرار، فبدأنا من ذلك الوقت برسم الخطوط العريضة حول آلية إقامة هذا الماراثون، أين سيقام هذا الماراثون، من الدول التي سيتم توجيه الدعوات لغرض استضافتها، كذلك مفاتحة الجهات المختصة المتمثلة بالاتحاد الدولي لغرض الاتحاد الدولي لألعاب القوى لغرض استحصال الموافقات الرسمية لإقامة هذا الماراثون. حقيقة حتى يأخذ الماراثون الشرعي، يأخذ الصفة الدولية. بالضبط. كان في البداية المخطط إقامة، هو كان يسمى ماراثون بغداد الدولي، ولكن المسافات التي قيمت هي ليست لمسافات الماراثون، لمسافة الماراثون 42 كيلومتر 196، وإحنا أعلى يعني مسافة 12 كيلو. نعم، الاسم درجة كان يأخذ اسم 4. بالضبط. الاسم كان اسم ماراثون بغداد الدولي، ولكن حقيقة تأمين هذه المسافة وإقامة مثل هذا المشروع لهذه المسافة في بدء الأمر كان يحتاج إلى جهود كبيرة وكثيفة، حصول على طريق بهذا المسافة لهذا المسار من الصعب في داخل العاصمة بغداد. لهذا ارتأى الاتحاد أن يطلق عليه اسم ماراثون بغداد الدولي تحت شعار المحبة والسلام، ولكن المسافات المعتمدة هي لمسافات يسمى سباقات الطريق اللي 12 كيلومتر لفئة الرجال، 8 كيلومتر لفئة النساء والشباب. يعني الاتحاد الدولي كان يلزمكم انه لازم تكون المسافه المعمول بها دوليا اللي هي 42. نعم، انت عندما تطلق على بطوله معينه باسم معين يجب ان تاخذ الطابع الرسمي، فعندما تقول ماراثون جميعها. نعم، عندما تقول ماراثون يجب ان تكون مسافه السباق 42 كيلومتر. طيب، ولكن احنا كتسميه كاتحاد مركزي من اجتمعنا مع اعضاء الهيئه الاداريه للاتحاد أخذنا على عاتقنا أن نطلق على هذا البطولة هذا الاسم، ولكن كبادرة أولى أن تكون المسافات المعتمدة هي مسافات الضاحية أو مسافات سباقات الطريق. بعد أن تم الاتصال بالجهات المعنية حول الحصول على الطابع الرسمي، كانت رأي اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي بأن يكون المسافة وليس 12 كيلومتر حتى يعتمد بطريقة رسمية. نعم. فاتجهنا إلى أن يكون المسافة هي 10 كيلومتر. طيب، 10 كيلومتر كانت لفئة الرجال أو العموم، 8 كيلومتر لفئة النساء والشباب، والأربعة وستة كيلومتر لفئة الناشئين والشابات، والأربعة كيلومتر لفئة الناشئات. الاتحاد لغرض أن يأخذ هذا السباق أو الماراثون الطابع الجماهيري أو طابع المشاركة الواسعة، ارتى أيضا إلى وضع مسافة هي 2 كيلومتر تكون لعموم المجتمع. الغرض من هذا من هذه المسافة هو مشاركة خاصة؟ لا، ليس الاحتياجات خاصة، لمشاركة جميع شرائح المجتمع من احتياجات خاصة، من براءة أولمبية، من معاقين، من أطفال، من كبار، من قوات الداخلية، الدفاع، كافة الشرائح كبار السن. الهدف من هذا الماراثون عند إقامته كان في بداية الأمر هو كسباق أو كبطولة، بعد ذلك المشروع أصبح أكبر من هذا الأمر عندما لاحظنا بأن الحظر لم يرفع ولا توجد هناك أي مبادرة لرفع الحظر عن الرياضة العراقية، فبادرنا بس باختيار هذه المسافة. راح نتكلم عن موضوع الحظر إن شاء الله أكثر. بادرنا باختيار هذه المسافة لغرض مشاركة أكبر عدد ممكن من الشرائح المختلفة من المجتمع، إضافة إلى مشاركة جميع عموم أندية محافظات العراق في هذه البطولة. طيب، وضعتوا حجر الأساس للماراثون. نعم. بديتوا بالدعوات، الدعوات كانت مخصصة للدول العربية، لو أيضا قدمتوا دعوات للدول الأجنبية. نعم، إحنا أرسلنا لجميع دول العربية، دول عربية بدون استثناء. بعد ذلك أرسلنا دعوة لرئيس الاتحاد الدولي، إلى جميع أعضاء الاتحاد الدولي، كذلك أرسلنا إلى مجموعة من الدول التي على علم بأنهم سنحصل على موافقتهم للمشاركة. نعم. كروسيا، أوزبكستان، طاجكستان، ألمانيا. نعم. ولكن لماذا تم اختيار هذه الدول؟ زين كابتن، رفضوا؟ لا، عفوا، مو رفضوا، ولكن عندما تريد إقامة مهرجان معين يجب أن تعلن عنه قبل بداية العام المخصص. احنا كانت الموافقات هي متأخرة حقيقة عندما تم اتحاد الدول. نعم،
طيب. لأن الاتحاد الدولي يطلب أن تقدم الكالندر أو البرنامج الخاص بك لإقامة بطولات محلية ودولية. احنا كنا متخوفين من عدم إمكانية توفير التخصيصات المالية الكافية، لأنه عندما رسمنا الجدول الاقتصادية لهذا الماراثون لاحظنا بأنه يكلف يتجاوز 400 مليون دينار. 400 مليون يعني حقيقة رقم، إذا نعتمد على ميزانية الاتحاد، ميزانية الاتحاد 905 برقم نعم ليس بقليل، يعني إذا قارب 300 مليون دولار بالضبط. نعم بالضبط، يعني إذا أقول لك أنه ميزانية الاتحاد 905 مليار، لا عفوا لا يمكن لا أقل من ذلك، أقل من ذلك، أقل من ذلك، 250 ألف دولار. فإحنا كبداية الرقم هذا لتنظيم بطولات يعني يمكن كرة قدم و... بالضبط أولمبياد كاملة. صحيح إذا تعتمد على إقامة بطولات رسمية بهذا المبلغ ممكن. اعتمدتوا على هذا المبلغ على المال المخصص للاتحاد لو بشكل عام اجتكم مثلا مبالغ؟ لا احنا فاتحنا مجموعة كبيرة من الجهات الداعمة لكي يكونوا شركاء حقيقيين في هذا الماراثون. فاتحنا اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، فاتحنا وزارة الشباب والرياضة، محافظة بغداد، أمانة بغداد، شركة زين العراق، مجموعة من الفلاي بغداد. من ساهم وياكم؟ خلينا نتحدث عن تفاصيل مالية أكثر، نروح لسعادة اللواء حتى نتحدث بتفاصيل مالية أكثر. سعادة اللواء طارق، يعني بداية أهلا بك ببلدك الثاني. أهلا بك هم. نورتوا بغداد أنتوا وبقية الدول العربية حضرت. يا رب إن شاء الله نشوفكم في أكثر من مناسبة رياضية إن شاء الله، مو بس الماراثون إن شاء الله. خلينا نتكلم قبل لا تجون البغداد، بداية يعني من تلقيت الدعوة من الاتحاد العراقي لألعاب القوى، أكيد أو ربما كانت هناك مخاوف للذهاب إلى بغداد باعتبار ما موجود في شاشات التلفزيون، هناك ظروف أمنية صعبة بالعراق. تمام. خلينا نبدأ من هذه النقطة وننطلق. هو أنا كنت أول بس عايز أهني الشعب العراقي كله بتأهل فريق الكرة للأولمبياد. الله يبارك. وعايز أبارك، أنت حضرتك قلت جملة اتحاد ألعاب القوى العراقي اتحاد ذهبي. فأنا اتحاد ذهبي وعايزين نبارك له بنجاح الماراثون الدولي. احنا تلقينا دعوة طبعا كاتحاد العاب القوى المصري عن طريق الدكتور وليد رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي وعضو الاتحاد الافريقي. طيب. وحقيقة ان الدعوة لما جت كان في موافقة فورية. نعم. طبعا الموافقة دي نظرا للعلاقة الوثيقة بين العراق ومصر بصفة عامة وبين الدكتور وليد والدكتور الطالب بصفة خاصة، يعني له في قلوبنا كتير. نعم. دكتور وليد كون جه او طلب ان يتم اشتراك فريق المصري باثنين من احسن اللاعبين المصريين. نعم. كابتن احمد صابر وكابتن مرزوق وكابتن محمد صوفي مدرب اصوات طويله، وجينا الحمد لله. هي كانت اول ما اخذنا الخبر ان العراق، طبعا كنا عارفين ان الدنيا الجو غير مستقر امنيا والدنيا مش حلوه لدرجه ان انا يعني يعني دي حقيقه. طيب. لدرجة ان انا بنتي اصرت ما سافرش، ولكن احنا جينا وكان كلنا بدون مبالغة احنا الاربعة ان احنا جايين عارفين وسألنا ان العراق في مغامرة. جينا لقينا بلد تانية خالص. شلون؟ اولا بداية من نزولنا المطار استقبال غير عادي من ضباط جوازات المطار ومن الكابتن عبد الكريم اللي انا بوجه له كل التحية، كان بيجري ورا حاجتنا احنا في المطار نفسه. نعم. نزلنا رحنا الاوتيل، احنا فاكرين ان احنا هنروح للاوتيل في حراسه مشدده. طيب. لا احنا رايحين في عربيه عاديه جدا راكبين، مفيش امن مفيش اي حاجه. دخلنا الاوتيل امن جدا لدرجه ان انا نزلت انا والمدرب المنتخب الكابتن محمد صوفي، لا عايزين نشوف البلد ايه، يعني احنا رايحين طول الطريق الدنيا مفيش حاجه، احنا نزلنا لوحدنا تغولنا في شوارع العراق طول الطريق، هو امن و خالص بلد عادية جدا عادية جدا. يعني نقطة الحراسة اللي موجودة دي في كل بلد تفتش حاجة امنية. تأكيد. نزلنا تمشينا في البلد وفوجئنا بصراحة بكم الحب اللي بيتمتع بيه المصريين عن الشعب العراقي، لدرجة ان احنا قعدنا في وصلت الفندق فندق ونزلنا بعد كده احنا لوحدنا. طيب. يعني نزلنا نشوف الدنيا ايه، احنا شايفينها واحنا جايين حلوة، فنزلنا نكمل الحلاوة بتاعتها. طيب. لقينا الشوارع كلها الدنيا هادية، المحلات شغالة، الأسواق شغالة، الناس لما كانت بتشوفنا ان احنا مصريين، يعني احنا قاعدين في مكان بنشرب حاجة لقينا اما عرفوا ان احنا مصريين اصروا انهم ما ياخدوش ولا حاجة. الحب المصريين، الحب العيلة المصريين، واتقالت لنا اخذنا صور للحياة اللي في العراق وبدأنا نبعتها لأهلنا في مصر. طيب. لا الصورة مختلفة تماما. احنا العراق بلد آمن فعلا، ودي
رسالة لازم توصل. انتوا الدافع اللي خلاكم تجون للعراق شنو؟ نجاح المارشال دي نمرة واحد. العراق بلد قريبة لقلوبنا قوي. طيب احنا جايين عشان ننجح المارشال ايا كان بقى البلد كان فيها، احنا جايين ننجح مع شقائنا العرب مارشال بغداد الدولي، وده كان الهدف الاساسي من ان احنا جينا عشانه. يعني هي بالتاكيد سمه هذا الماراثون نشر السلم وثقافة المحبة والتسامح بين الشعوب، وإحنا مثل ما نعرف الرياضة هي وسيلة لجمع ثقافات الشعوب. يمكن هذا الماراثون واحد من أنواع الرياضات اللي تجمع أكثر من شعب، أكثر من ثقافة وقومية ودين ومذهب، وبالتالي ربما نجحنا في جمع أكثر من دولة عربية بهذا الماراثون. تمام. هذا الدافع اللي خلاكم تجون للعراق وتساهمون أفضل من يعني الدول اللي اعتذرت أنه تجي لبغداد. احنا الحمد لله لقينا تنظيم مارسون يعني على حسب مستوى تفاصيل التنظيم، واسالك وين رحت وارد اسالك على شغله وكلوك سمك سمك مسقوف اكلت؟ لا تمام اكلت؟ لا اليوم لا اليوم كانت حاجه عاليه قوي يعني. لا بعد اليوم توكل سمك لا اليوم كان غدا كانت وليمه مديها الاتحاد العراقي للضيوف الموجودين سمك مسقوف على ابو ناس احنا شيلنا نشتهر بيه يعني هو اهم شيء هذا. كانت عاليه قوي النهارده. طيب دكتور ندخل في التفاصيل المالية للماراثون. الماراثون ذكرت لي أنه 250 ألف دولار المبلغ اللي رصدته، جوائز، إقامة، تفاصيل أخرى، ضيافة. قدرتوا توفرون هذا المبلغ من الميزانية المخصصة لكم لسنة 2015 أو 16؟ لو يعني جاكم مبلغ مثلا ثاني من جهة ثانية؟ شو حقيقة بالمنخوض بهذا الموضوع، كان هدف الماراثون شعار المحبة والسلام، ولكن الهدف الأسمى لهذا الماراثون هو لعرض الواجهة الحقيقية للعراق والعاصمة الحبيبة بغداد، أن العراق ما زال بخير مثل ما تفضل أستاذ طارق. العراق يتحدى الإرهاب، العراق أقوى من في وسط كل هاي الظروف. لما تبعث برسالة أنه أكيد ماراثون داخل العاصمة بغداد أكيد هو تحدي كبير، تحدي كبير لكل المفاصل. حقيقة احنا كانت معنا جلسات مع الدول العربية الشقيقة التي حضرت إلى العراق، فكانوا في بداية الأمر يعني متخوفين انه راح شلون راح نطلع، شلون راح ندخل، منو راح يرافقنا، بس من شافوا من اول يوم الامور جدا طبيعية، فاخبرونا بانه الحياة طبيعية مو مثل ما تعرضها الوسائل ومثل ما تعرضها الاعلام اللي موجود على القنوات الفضائية او ما يصلنا من اخبار، فكانت الحياة جدا طبيعية. فكان هذا هو الهدف الاسمى، انه ايصال رسالة الى جميع الدول انه بغداد اقوى من الارهاب. كذلك هذا الماراثون كان متزامن مع انتصارات الحشد الشعبي والقوات الامنيه وقوات الجيش العراقي في تحرير الانبار ومن سبحان الله. الصبح كان ماراثون، بالليل انتصار مع قطر، اهلنا الاولمبياد البرازيل الحمد لله شكر انتصارات بعرب عرب اسيا خير تنتين بالضبط. ان شاء الله خلينا نتحدث بالامور الماليه. عند جلسة الاتحاد كان المبلغ المخصص لجميع مفاصل هذا الماراثون هو 400 مليون دينار، المبلغ كبير جدا. ميزانية الاتحاد 905 مليار، فكبقية الماراثونات بادر الاتحاد بمفاتحه. نعم عندنا مستحقات، بطولة عرب، بطولة آسيا، بطولة عالم، عندنا جراند آسيوي، عندنا كذلك استحقاق إضافة لمعسكرات تدريبية للنهاج الداخلي ومخصصات الاتحاد. فلاحظنا بأنه الميزانية من المستحيل أنه نقدر نأخذ من عندها هذا المبلغ لغرض تغطية نفقات هذا الماراثون. إضافة لذلك أنت عندما تريد أن تقيم ماراثون يجب أن تقوم بتأمين وتغطية جميع نفقات هذا الماراثون لمشاركة جميع الدول، ابتداء من تذاكر السفر والإقامة، إضافة إلى تخصيص المبالغ المالية كجوائز نقدية لغرض استقطاب هذه الدول. لازم تليق باسم هذه الدول. ليس نعم نعم، لكن من شروط إقامة أي ماراثون يجب تخصيص جوائز مالية، لأن يعني هذا شرط أساسي من شروط إقامة أي ماراثون أو إقامة أي مهرجان دولي. فبالمقابل بادر الاتحاد إلى مفاتحة مجموعة من الشركات ومفاتحة مجموعة من الجهات اللي كان من المؤمل أو يعتقد أنه سوف تقوم بتغطية درجة كبيرة من نفقات هذه المشاركة. ولكن مثل ما تعرف أن اللجنة الأولمبية أيضا يعني كانت جهودها مشكورة، بادرت بتغطية جزء من نفقات هذه المشاركة وهذا قامت الماراثون. أيضا وزارة الشباب والرياضة متمثل معالي وزير الشباب والرياضة، هذا الرجل حقيقة يعني مشكور، كان قلبه من أول يوم حول استضافة هذا الماراثون. أبرز اللي تبنت هذا الموضوع وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى كان داعمين للفكرة. نعم كان داعمين للفكرة يعني ماديا ومعنويا.
إضافة إلى ذلك محافظ بغداد كان لدينا كأعضاء اتحاد جلسة خاصة معه. بشنو احتاجيتم محافظة بغداد؟ محافظة بغداد احتاجيناها أولاً لكون أن هي البطولة اسمها ماراثون بغداد الدولي، فمحافظة بغداد يعني كان المفروض مفاتحتها نعم كان يعني كان يعني مفاتحة هذه الجهة لأنه هي اسمها محافظة بغداد. طيب. محافظ بغداد هو المسؤول عن بغداد، إقامة هذا الماراثون يحمل اسم بغداد. وأمانة بغداد. أمانة بغداد أيضا فاتحناها وأيضا قدموا لنا الدعم، الدعم المادي البسيط جدا لإقامة هذا الماراثون، ولكن الجهات الأساسية التي ساهمت في إقامة هذا الماراثون مثل ما قلت لك اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة، محافظة بغداد، شركة زين العراق أيضا كان لها مساهمة دعمتها إعلاميا كان لها مساهمة أيضا شركة زين العراق في هذا الماراثون بالجزء البسيط أيضا ماديا، كون أن كان جلسة مع مسؤول العلاقات والمسؤول المالي لشركة زين العراق أنه المبالغ اللي تخصصت لإقامة النشاطات الرياضية كانت قليلة، كون أنه في السنة الماضية خصصه مهرجان غطوا الوزارة يعني بعيدا عن هذا الموضوع، الوزارة قدمت الدعم المادي و بديتوا تحضرون المستلزمات اللي مطلوبة بالماراثون. نعم. اشتغلتوا عليها كم فترة بقيتوا تشتغلون تحضرون للحظة انطلاق الماراثون؟ احنا الاتحاد العراقي شكل فريق عمل كبير جدا ولجان متخصصة لإقامة هذا الماراثون، ابتداء من اللجنة العليا واللجنة الإدارية والتنظيمية واللجنة الفنية واللجنة التحكيمية والإعلامية ولجنة الاستقبال والتشريفات، لجنة النقل توزع الواجب على أكثر من لجنة، وبالتالي فوزعنا العمل أدوار بالضبط كل من أعطيناه مهمته. الأخوان يعني مشكورين جدا يعني بدون ذكر أسماء لأنه لا يمكن ذكر الأسماء، أعداد كبيرة جدا ساهمت في إنجاح هذا الماراثون. حقيقة المبالغ اللي تم الاستحصال عليها من قبل هذه الجهات مجتمعة لم تصل إلى المبلغ الذي كان مقرر، فاضطر الاتحاد إلى أنه يعني يلغي بعض الفقرات اللي قد تسبب عائق لإقامة أو قد تكون سبب في عدم نجاح هذا الماراثون، فاستعانينا بأشياء أهم. دكتور ال 400 مليون اللي تحدثت عليها أنت أكيد كنتوا تتوقعون أكثر من دولة عربية تجي، أكثر من 8 دول، طبعا هو 2000 مشارك و8 دول عربية. المبالغ اللي حصلتوا عليها كفت؟ احنا اللي حصلنا عليه مكور 68 مليون. ها 68 كملتوا كل شيء؟ لا لا، يعني لحد الان يعني اذا اقول لك اتوقع انه الماراثون اللي اقيم بالنفقات بالعدد المشاركين بكل مفاصله، كان يوم جلسه حواريه مع رئيس اتحاد الدكتور طالب فيصل كوني انا الامين المالي فطلب مني تكشف تخميني، فانا يعني اخبرته بانه قد يصل المبلغ الى 150 مليون دينار او اكثر، ولكن لا يتجاوز ال 170 مليون. 170 مليون. السبب انه اكو فقرات كثيره لغيناها، استعانينا بامور هي الاهم لغرض اقامه هذا الماراثون. طيب. فالمتوفر هو 68، يعني احنا ما زلنا نحتاج الى بعض الامور او الدعم لغرض سد بقيه النفقات، يعني مثل السكن، تذاكر السفر، تذاكر السفر بواحده كلفها 26000 دولار، المبالغ النقديه 10000 دولار. عندك السكن في فندق منصور ميليا اعتقد راح يوصل لل 14 مليون دينار. طيب. يعني مبالغ جدا كبيره فعلا. اضافه للجوائز الماليه، الجوائز النقديه، الجوائز العينيه اللي وصلت الى كدروع وكميداليات وصلت الى اكثر من 10 ملايين دينار. طيب. بعد اكو امور يعني تفاصيل لم تكن في الحسبان، بمجموعها راح يعبر المبلغ الى 150 مليون دينار. احنا وفرنا 68، يعني نحاول انه البقيه نسده من ميزانيه الاتحاد، لان يعني الاتحاد هو الراعي الاساسي. ولكن كان هذا المهرجان يكسب للعراق بشكل نعم كنا نعمل حقيقه. احنا بعد البطوله كان لدينا جلسه مع محافظ بغداد، هذا الرجل طبعا يعني يتمتع بروح شبابيه كبيره جدا، وكان ما متوقع انه يقام الماراثون، فوعد انه يحاول يكمل دعمه الاولي بدعم ثاني لتغطيه جزء من نفقات هذا الماراثون. طبعا استاذ اللواء المخرج يقول لي الدكتور اخذ اكثر منك وقت، واحنا نريد الضيف يحكي هوايه، يعني اريد اشوفك شلون شفت بغداد، شلون شفت العراق، احكي لي وين رحت اليا منطقه، شنو اللي شفته، شنو اللي جذب نظرك، حتى ندخل في حديث اخر عن موضوع رفع الحظر. طلعت من الفندق قلت له نزلنا واخذنا صور وكنا وتعشينا. لا رحنا لفينا شوارع كثير ورحنا السوق العربي. نعم حفظت اسم منطقه رحت لها؟ طبعا، يعني
كرداس كراديا كرداس العربي كرداس هو يضحك كرداس انا يعني عندي اقامه 4 سنوات كنت في مصر فكرداس منطقه عندهم خارج القاهره السوق العربي انت رحت لمصر لا لا السوق العربي هنا السوق العربي كرادة شلون الكرادة حلوة؟ جميلة جميلة جدا لدرجة ان كان في يعني موقف طريف واحنا ماشيين لقينا فرن وناس واقفة فأحد اللعيبة المصريين فاحنا مصورينه احنا كان معايا الكابتن محمد صوفي بيعشق حاجة اسمها الفيسبوك وتويتر طيب فنشر الصورة دي جابت صدى غير عادي شنو هي الصورة نشرها؟ صورة واحنا الناس واقفة وكان اللاعب بيشتري يعني بيشتري حاجات من السوق بيشتري طيب وكتب عليها ان العراق آمنة جابت صدى غير عادي جيد وهو ده اللي خلانا لا ده احنا بقى لازم يا جماعه نودي رساله للعالم كله لازم الناس كلها كل واحد جه بغداد وشافها ونزل وكلنا دلوقتي يعني بعثه سوريا والدكتور هيأيد الكلام اللي بقوله ده اليمن المغرب كلنا كنا بنخرج هو معانا في الفندق كنا بنخرج انت لما انت تتفرج الاخبار وتسمع يوميه قتل ودمار وتفجيرات وداعش والى اخره كنت تتصور انه العراق يعني بلد حرب ماكو حياه ماكو رياضه ماكو جامعات احنا جايين فاكرين ان احنا مش هنقدر نجري اصلا الماراثون يعني قلنا لقينا بلد حاجه تانية خالص طيب ويمكن حضرتك قلت انتوا رحتوا فين لحظات كتير قوي ولفينا بس التحافظ بالكرادة السوق العربي عشان جنبنا بس يا رب إن شاء الله طيب الإقامة طيب كابتن كنتوا المشاركة أهم أنه تحققون النتائج داخل الماراثون الرسالة أهم أهم طبعا. الرسالة طبعا. لأنه شاركتوا بلد عربي في ظل هذا الظروف حتى توصل رسالة أنه العرب وفي ظل هاي الظروف إحنا أول دولة عربية يمكن مع العراق في هذا المهرجان شاركتوا بلاعبين اثنين احسن نمره 1 و2 في مصر رجال تمام. بس انتم معروف عليكم افريقيا يعني اصحاب بطولات يعني اذا اريد اتفرج على الاسماء اللي فايزين مغربي وسودانيه متقدمين رجال ونساء يمني وعراقيات للشباب و احنا اخذنا السادس والسابع السادس والسابع كسبناكم جايين نشارك للرساله كسبناكم كسبتونا انتوا مين؟ العراقيين احنا السودان والمغرب هي الاول المغرب والسودان وبعدين مصر تذكر منتخب الاولمبي المصري بال 2001 تقريبا انتوا اخذتوا بطوله امم افريقيا للشباب واحنا اخذنا امم اسيا ولعبنا مع بعض محمد اليماني اذا تتذكر طبعا اللي اصيب فيما بعد وابتعدنا عن الملاعب ايضا كنا محتاجين انه العرب يتواجدون هنا بالعراق بغداد وجيتوا لعبتوا وفزتوا علينا 1-0 تمام صح تمام. طبعا المصريين دائما من اوائل البلدان اللي دائما تكون قريبه من العراقيين في كل المحافل ان شاء الله دائما متواجدين هنا ويانا واحنا وياكم وكل الدول العربيه لانه يمكن الرياضه هي رساله تسامح رساله سلم رساله محبه وخير ولم لثقافة الشعوب سواء العربية أو حتى الغربية وهذا ديدن كل العرب إن شاء الله دائما نكون في 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 ظروف أحسن من اللي إحنا نعيشها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. كابتن المهرجان في نظرك صحيح إحنا المغزى الرسالة بهذا الحضور 2000 مشارك وصحافة وإعلام وتغطية مقارنة بالمهرجانات اللي انتم يعني تعملوها في مصر بالتأكيد يعني اكو فرق بيننا وبينكم لانه بلد مصر جاذب للسياحة للبطولات الى اخره باعتبار الظروف يمكن تختلف عن العراق من ناحية الامن شنو نختلف عنكم اول الماراثون في الظروف غير الظروف خالص يعني تتكلم في ظروف نتحدث احنا عن ماراثونات اشتغلتوها انتم بس في الظروف غير الظروف يعني انت بتتكلم النهارده في بلد انت جاي فيها مش قادر يعني مفيش يعني قبل سنتين انتم ظروف سياسيه صعبه جدا كانت لكم بس اشتغلتوا بطولات البلد مستقره لكن انت جاي في بلد غير مستقره اما يتعامل فيها ماراثون بالمنظر ده بالتنظيم ده بالدقه دي بنقل اللعيبه امتى وازاي وفين وبتطلع كل مسابقه وكل مرحله لوحدها بفريق عمل حديدي كل واحد يوم عارف دوره يعني اليوم السبق كل واحد عارف دوره بيعمل ايه عشان تطلع سبق وشوف كم قرار كانت بتذيع وبتنقل طلع سبق لا لازم نحيي فريق العمل كله الاتحاد العراقي بخارطة نعم كابتن طارق طبعا لازم يعني ده لازم الناس دي تكرم نعم. والنهارده يمكن النهارده كان لنا لقاء
من استقبلكم ما بعد إقامة الماراثون من المسؤولين وقعدتوا وياه بعد يعني بعد ما انتهى الماراثون يوم الجمعة؟ هو كان في حفل توزيع الجوائز. ذكرت بحفل توزيع الجوائز حضرتك ألقيت كلمة وتصفيق ولاقة الاستحسان الكلمة دي أنا كنت قاعد في الحفل طبعا والحفل كان جميل جدا. طيب وفوجئت بالمذيع بيقول كلمة الوفود العربية البعثة المصرية فطبعا طلعت الكلمة اللي كانت طالعة من قلبي فعلا. يمكن هو ده اللي خلى الناس تسقف ان انا طالبت كل الوفود اللي موجودة. بشن طلبتهم؟ طلبت انهم كلهم ينقلوا من النهاردة من الوقت اللي احنا قاعدين فيه ده ينقلوا لبلدهم اللي شافوه صح, ينقلوا بلدهم كانوا بيمشوا ازاي, الحفاوة الكرم الامن اللي في البلد, الناس كانت بتقابلهم ازاي هم ماشيين, كل الوفود بدون مبالغة كانت بتمشي بدون حراسة. فالكلمة دي خلت الناس كان لها صدى طيب قوي. كان لنا لقاء في نفس اليوم بالليل مع السيد المحافظ علي التميمي وشخصية جميلة, يعني كان لقاء مثمر جدا جدا كده شفاه الله. محافظ بغداد, محافظ بغداد علي التميمي. علي التميمي يعني كان لقاء مثمر قوي معاه وشخصية جميلة رياضية, وكان بيزلل واحنا قاعدين كل حاجة كانت بتتقال. كان لنا لقاء مع السيد وزير الرياضة وبرضه ألقيت كلمة, كان لقاء جميل قوي وكان في روح وفي محبة وكان مستمع جدا. هذا وضع العراق كله إن شاء الله, ديدا العراقيين كلهم يعني. النهاردة كان في لقاء مع الكابتن راشد رئيس اللجنة الأولمبية. حفظ الأسماء؟ طبعا ده تاريخ وطلبت منه النهاردة إن احنا إن اللقاءات العربية نكتر منها, مش بس في الماراثون, لازم يكون في لقاءات من الدول العربية في أي لعبة, لازم طيب. الناس تيجي, لازم طيب. نجذب تبعدوا للخبرة, وبالتأكيد احنا كعرب يعني نحتاج لهذا الموضوع. لازم عشان كله يشوف البلد, بالتأكيد. كابتن ارجع لك يعني, كانت عند موضوع تحدثت عن الأمور المادية. الآن هناك ملف في وزارة الشباب الرياضة هو لرفع الحظر عن الرياضة العراقية وتحديدا كرة القدم. يعني اليوم انتم ساهمتوا بجهد جبار والكل يشكركم, احنا كاعلام لازم يعني نسلط الضوء على الامور الايجابيه والجهود اللي تحدث بها سعاده اللواء. نشكركم, ما قصرتوا. كثير من الامور اللي لازم كل عراقي يساهم بها. أكيد إحنا كاتحاد عراقي كانت الخطوة الأولى لإقامة هذا الماراثون بهذه المسافات. العام القادم أو قد يكون نهاية هذا العام سيكون لنا فكرة إقامة نسخة ثانية. نعم, نهاية هذا العام والعام المقبل. أما نهاية هذا العام وبداية العام القادم ستكون المسافة المخصصة هي نصف ماراثون. بعد ذلك سوف نبدأ بالشروع بالمسافة؟ نعم 21 كيلومتر. أنتوا من شارع المطار أجيتوا؟ نعم. ووصلت لحد أبو نواس؟ لا طريق المسافة كانت محصورة داخل شارع المطار فقط. شارع المطار نعم فقط. بين تمثال عباس. كانت الفكرة يمكن أنا سمعت قبل الماراثون أنه يوصلون شارع أبو نواس؟ لا, إحنا كنا مخلين شارع أبو نواس كموقع بديل في حالة عدم استحصال الموافقة على إقامة الماراثون داخل شارع المطار. مثل ما تعرف شارع المطار شارع حيوي جدا, حيوي وكبير يعني قطع شارع المطار وجميل حقيقة. يعني جميع المهتمين بالرياضة العراقية ورياضة الساحة وألعاب القوة خاصة ما كانوا متوقعين انه راح نحصل موافقات على قطع شارع المطار وإقامة هذا الماراثون داخل هذه المنطقة, لأنه مثل ما تفضلت انه شارع حيوي, شارع يعني شارع مطاري مثل واجهة الدخول الى بغداد. المسافرين يمكن قاموا يحشون عليكم ترحمون. طيب فمن بادرنا الخطوة اللاحقة بإذن الله تعالى ستكون إقامة أيضا ماراثون ثاني بنسخة أخرى ولكن بمسافة هي نصف ماراثون اللي هي 21 كيلومتر. هذا شوف شارع المطار طبعا هنا. نعم. تكمل حضرتك. بعد ذلك سيصار إلى إقامة ماراثون كامل بإذن الله تعالى عندما سيكون هنالك تأمين كامل لطريق مخصص لإقامة مثل هذا الماراثون بهذه المسافة. الهدف الأسمى لهذا الماراثون مثل ما تفضلت هو لرفع الحظر على الرياضة العراقية. الاتحادات الرياضية بصورة عامة عندما كانت تقيم بمهرجانات أو بطولات عربية أو بطولات غرب آسيا كانت تقام دائما في إقليم كردستان. إقليم كردستان يعتبر من المناطق الآمنة, ولكن
الاتحاد العراقي عندما طلب بإقامة هذا الماراثون أو إقامة هذه البطولة صمم على أن يقام داخل العاصمة الحبيبة بغداد، ونجح في أن يقيم هذا الماراثون أو هذه البطولة في داخل العاصمة، لأنه هذا يعتبر تحدي كبير جدا بموافقة ومشاركة الدول العربية الثمان في داخل هذه المنطقة وداخل العاصمة بغداد. فإحنا كان هدف الاتحاد العراقي هو المساهمة مع بقية الاتحادات الأخرى في رفع الحظر عن الرياضة العراقية وإقامة مهرجانات وبطولات مختلفة دولية داخل العراق وداخل بغداد تحديدا. دكتور، راح أروح لرأي وزارة الشباب والرياضة بالماراثون. موضوع رفع الحظر موضوع مهم جدا، خلينا نتحدث بشكل تفصيلي أكثر حتى مع سعادة اللواء ونرجع إن شاء الله. رأي وزارة الشباب في هذا التصريح اللي عدى محمد الخفاجي. أنا فرحان ومسرور جدا وأشعر بالفخر والزهو أنه عاصمتنا الحبيبة تقدر بلشت تستعيد قدرتها على تنظيم بطولات دولية على هذا المستوى. الحقيقة احنا كوزارة اذا جاز لي ان اتكلم وضعنا كل امكانياتنا تحت تصرف اتحاد العاب القوى. اذا كانت هنالك حسنة تحسب في تنظيم هذا السباق فتحسب لاتحاد العاب القوى. حقيقة أنا ما عندي تصور عن ماذا فعلت اللجنة الأولمبية، وأعتقد أنه هي أيضا فتحت الأبواب على ما ذكر الدكتور طالب، لكن أنا أتباهى بأنه موجودين ناس مثل طالب فيصل يستطيعون أن ينظمون هذا السباق. شكرا محمد. انتقل لسعادة اللواء. الكل فرحانين احنا كعراقيين بهذا الماراثون باعتبار بادرة اولى تقريبا لكسر كل ما هو موجود في البلد من ظروف صعبة. عندنا موضوع يمكن حضرتك يعني تعرف فيه او لا، عندنا حظر على الرياضة العراقية في العراق خاصة كرة القدم. احنا بلد مثل المصريين، بلد عاشق لكرة القدم، عاشق للرياضة، فمن فترة طويلة احنا نلعب مبارياتنا خارج ارضنا، رغم ذلك نحقق بطولات، نجيب كؤوس، وآخرها تواجدنا في مونديال البرازيل على مستوى الأولمبي العراقي اللي قبل يومين، نمثل به عرب آسيا، بلدان عربية مثل قطر والإمارات والكويت وبلدان أخرى، كل شيء متوفر لهم، مادة، ملاعب، معسكرات، ظروف أمنية جيدة، وإحنا عكسهم تماما، لكن عندنا إرادة. ربما هي ميزة العراقيين من زمن بعيد انه دائما نتحدى الظروف الصعبة حتى نحقق الهدف اللي احنا راسمينه. موضوع رفع الحظر، انت يعني حضرتك متواجد في الاتحاد المصري، شنو المفروض على العراقيين؟ تحدث لي من ناحية اتحاد القوى او بشكل عام من الرياضة، شنو المفروض من العراقيين انه يخطوه كخطوة اولى في سبيل رفع الحظر عن الرياضة العراقية بالعراق؟ هو حضرتك هو اول خطوة اتعملت في الماراثون، دي اول خطوه باللافتات اللي كانت موجوده ارفعوا الحظر عن العراق الرياضه هذا العراقية. واحد من الشعارات طبعا هو ده اللي لازم يلف العالم كله. طيب. الشعار ده لازم يلف العالم كله على فكره. طيب. اي بطوله العراق بتلعبها بره لازم الشعار ده يبقى موجود في اي لعبه، مش في ماراثون العاب القوى بس. نعم. لا احنا انا ان شاء الله باذن الله اللافتات كانت موجوده دي كلنا اخذناها وكلنا نشرناها وكلنا هنقولها، مش مصر بس، كل الوفود المشاركه اللي كانت موجوده شغله كلهم. اريد منك شغله ان شاء الله، ان شاء الله اذا وصلت مصر يكون حديث لك لوسائل الاعلام المصريه عن هذا الموضوع. اكيد طبعا، اكيد نمره واحد، لان البلد امنه فعلا، بلد ما فيهاش حاجه، احنا لازم نوصل صوتنا للعالم. البلد بتمشي فيها ماشي، بلد عايشه، بلد بتاكل، بلد بتنام، بلد بتسهر. لا بلد بسم الله ما شاء الله، يعني غير لما كنا سامعين خالص. لا خالص يعني. نعم. يعني انت تحدثت عن الشعارات، امور اخرى في الرياضه، قامت بطولات وديه. انا طلبت النهارده من السيد رعد حمودي رئيس اكاديميه الاولمبيه النهارده ان لازم يكون في لقاءات كتير مع بلاد دول كتير، لقاءات وديه في كل الالعاب مش في لعبه واحده. نعم. لازم يتعمل لقاءات، ويمكن في الاتحاد الذهبي اتحاد العاب القوى بيجهز لبطولة حلوة جاية إن شاء الله. أنت مدحت اليوم باتحاد القوى ألعاب القوى هواي، يعني لأن الدكتور موجود؟ لا اللي شفته منهم كلهم رجل واحد. النهاردة هم الناس بتفكر بكرة يعملوا إيه، بيفكروا بحدث يعملوا تاني، ولو تم الحدث ده هيبقى برضو نقلة تانية خالص، لأن يعني فكرهم حلو قوي. لازم كل اتحاد موجود في العراق. نعم. يعمل نفس اتحاد ألعاب القوى اللي عمله. طيب كابتن،
موضوع رفع الحظر انتم جزء من الرياضة العراقية. اكو خطط لهذا الموضوع خاصة ملف وزارة الشباب والرياضة يوم امس يعني اجلت انتخابات وتركت اكثر من ملف في سبيل انه تشتغل على موضوع رفع الحظر عن الرياضة العراقية وخاصة كرة القدم، لانه يمكن انتم امنيتكم مثل امنية كل الاتحادات تستقبلون وفود اجنبيه. نحتاج اليوم ايطاليا موجودون بالماراثون، امريكا، اسبانيا، صح، وهم تبادل الخبرات معهم وبطولات، وكل هذا يعكس الثقافه العراقيه، يعكس الواجهه العراقيه لدول العالم اللي احنا محتاجينها اليوم بمس الحاجه. يعني الجندي اليوم يقاتل بالمعركه، انتم تقاتلون في ميدان اخر. صح. شوف استاذ، الحقيقه هو ملف رفع الحظر عن الرياضه العراقيه هو ليس بالصعب وليس بالسهل في نفس الوقت. لانه هي ليس مجرد اقامه بطوله او ماراثون، هو هذا يعني شيء، هنالك مجموعه امور يجب ان تهيئ من جميع مفاصلها لغرض المساهمه في رفع الحظر عن الرياضه العراقيه. كخطوه اولى بادر بها الاتحاد العراقي، انت كيف توصل رساله الى الدول العربيه بان العراق امن؟ لانه من الجانب المهم التي يجب ان توصل الى دول العالم انه العراق امن، حتى تستطيع من تقديم اول دليل او مستند لرفع الحظر عن الرياضه العراقيه. فكان هدف الماراثون باقامه هذه البطوله في داخل بغداد ومشاركه هذه الدول العربيه هو اكبر دليل، وحضورها هو اكبر دليل على انه العراق امن، وبذلك هي اول نقطه انت ذهبنا باتجاه المساهمه في رفع الحظر عن الرياضه العراقيه. يعني رفعت هذه الشعارات اكيد برفع الشعارات وبمشاركه الدول. بس دكتور، يعني كنا نتامل وجود دول اجنبيه مثلا على الاقل اسيويه. يعني انا ما مو مثل ما تفضلت في بدايه الحديث، احنا من فاتحنا الدول كان اغلبها، انت ما ذكرت شنو سبب اعتذارهم. نعم، سبب الاعتذار انه كانت مرتبطه باقامه ايضا ماراثونات. السبب الاخر كان لديها معسكرات تدريبيه، لانه في بدايه كل موسم يجدون الماراثون حتى في سبيل هذه الفتره اللي احنا نشوف كاتحاد عراقي مثل ما يعني بدايه الموضوع انه شارك به جميع انديه محافظه العراق بصوره عامه. نعم، احنا كانت ايضا متزامنه مع ماراثون بغداد الدولي، هي بطوله انديه العراق الدور الاول لاختراق الضاحيه. فهذا السبب اللي خلانا انه ندمج هذه البطوله تحت هذا المسمى. نعم، فالمشاركة كانت واسعة جدا ووصلت إلى أكثر من 2000 متسابق ومتسابقة في هذا الماراثون. فقلت لك الهدف الأسمى في هذا الماراثون هو إيصال رسالة لأن العراق ما زال بخير، مشاركة الدول العربية، الموافقات المبدئية اللي كانت حاضرة في بداية الأمر هي أكثر من 15 دولة عربية. حلو. ايضا كانت موافقه من تركيا، موافقه من ايران، موافقه من روسيا، ولكن تفاجئنا بان روسيا لديها امر متعلق بموضوع المنشطات وما منشطات، واعتقد عندها حرمان دولي. نعم، الاتحاد الدولي مشاركه في مختلف الفعاليات الرياضيه، ادى ذلك الى الاعتذار عن المشاركه. ايضا الاعتذارات اللي جت مثلا من اليابان، جت من الصين، جت من الهند، من اوزبكستان، كانت بسبب لديها مشاركات في ماراثونات اخرى، وكذلك مساهمه اغلب الرياضيين لتلك الدول في معسكرات تدريبية خارج بلدانها استعدادا لبطولة العالم ولنصف الماراثون اللي استقام في بريطانيا في منتصف الشهر الثالث. هذا السبب اللي أدى إلى اعتذار هؤلاء الرياضيين. قد يكون من جانب آخر هو تخوف هؤلاء الرياضيين أو الدول من المشاركة في هذا الماراثون. ولكن الرسالة اللي وصلتنا من خلال القنوات الفضائية وكذلك الصحف الرسمية الأمريكية كالإندبندد وكذلك الول ستريت حضرت يعني بالبطولة قبل أيام، غطوا تقريبا. نعم، غطت. محتاجين دكتور، محتاجين لهذا الصحف، هاي وسائل إعلام عالمية لما تكتب مقال مفصل عن أنه يعني هكذا ماراثون في وسط هذه الظروف، منها تنطلق الرسالة. أكيد، يعني أنت محتاج تسويق، لما تشتغل على موضوع محتاج تسوقه. اكيد، يعني تسوي ماراثون، تسوي بطوله. التايمز غنت، قريت التايمز غنت الامريكيه غطت المرسل التايمز. محتاجين هذا الصحف العالمي وسائل عالميه في سبيل انه يعني حتى كل هاي تذكر في ملف رفع الحظر. اكيد، هو كانت حاضره مثل ما تفضلت استاذ، هو كانت حاضره في الماراثون، كانت لديها دور كبير حقيقه. فالسبب عن مثل ما تفضلت انه الدول كان سبب اعتذار عن مشاركتها للاسباب اللي تم ذكرها انفا،
ولكن الحمد لله وشكر انت استقطاب 8 دول عربية هو ليس بالشيء السهل او الشيء الهين بالتأكيد. يعني ان شاء الله بالنسخة الثانية خلينا نتحدث عن النسخة الثانية ورا ما راح نشوف اراء المشاركين في الماراثون، مدربين، لاعبين، مشاركين، ايضا صحفيين عرب لنتابع. انا لقي الموضوع مأمن تأمين عالي جدا والناس في الشوارع عادي جدا، وانا جيت من المطار لحد الفندق الدنيا طبيعية جدا يعني. فسيبك انت من الاعلام الكاذب السياسي اللي هو بيهدف الى تفتيت انت الامة العربية وكل ما هو عربي شريف. لا لا لا، انت العراق بلد امن وامان. انا خرجت امبارح انت بالليل من بعد الفندق عشان اتفقد بقى، الناس بيقولوا في كذا وفي كذا، لقيت الموضوع عادي جدا. والسبق النهارده انا شايفه متامن تامين عالي جدا، يعني شايف تامين عالي جدا وشايف نسبه انت المشاركه للعيبه اللي هي بتسخن عاليه جدا، ده دليل ان البلد فعلا انت مؤمنه تامين عالي جدا. جيت لشرف هذه التظاهره الرياضيه الرائعه التي ماراثون بغداد الدولي التي يشرف يعني يشوف المحبه والسلام والروح الرياضية، والحمد لله فزت بهذا السباق. سباق كان أكثر من رائع، وأتمنى كل سنة يكون هذا السباق يكون غير عربي، يكون دولي، يكون الناس أجانب يشوفوا بغداد ويشوفوا أن ما فيها حرب، ما فيها، كلها ولات محبة وسلم. وأتمنى التوفيق للجميع. أنا سعيدة جدا جدا بهذا المستوى التنظيم الرائع، ويمكن المشاركة كل المشاركين كل الناس تتحدث عن أنه بغداد مدينة جميلة وحضور كبير جدا حقيقة لكل الدول المشاركة. أكيد هي رسالة للعالم بأنه هذا الحضور كبير يؤكد أنه الرياضة ما زالت بخير، وأنه بغداد عاصمة مطمئنة وآمنة، وهي رسالة بتاعت سلام ورسالة بتاعت محبة. نتمنى أنه نحضر النسخة 10 من ماراثون بغداد. شكرا محمد سعادة اللواء، زميلك تحدث بنفس ما تكلمت لي حضرتك انه البلد آمنة، ولازم نوصل رسالة لكل العالم انه العراق بهذه الظروف يعني اعد هكذا ماراثون وكان التنظيم على اعلى مستوى. قلت لي اريد اتكلم عن حتة صغيرة اللي عايز اقولها، ان الكابتن محمد صوفي كان بيتكلم من قلبه. اللي كانت بتتكلم دي صحفية سودانية اسمها نشوة، وكانت بتتحرك وهي امنه تماما. طيب الناس كلها قالت اللي هي حاسه بيه في التقرير ده. هي قالت لك فشي؟ طبعا اتكلمنا. مش قالت لك؟ اتكلمنا مع الوفود واحنا وتمشينا بره وخرجنا مع بعض ساعه. اخذت رايك؟ طبعا البلد شايفه ايه وترين شايفه ايه. قالت لي بلد ممتازه وامنه تماما، نفس الكلام اللي قالوه هو ده. طيب يعني ان شاء الله كل امنياتكم وامنياتنا تتوحد ونشوف شيء بالمستقبل اكبر من هذا الموضوع. طبعا ننتقل الى من يهمه الامر وخلينا نشوف المن. ناشد كل الجهات، كل الجهات يعني اللي يهمها حب العراق ورفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، أن تكون تمد لنا يد العون إن شاء الله في السنة القادمة أن ننظم بصورة أفضل منها. يعني احنا هم نتمنى إن شاء الله يعني من الشركات الداعمة والراعية، نتمنى من يعني اللجنة الأولمبية بعد يعني دعم، هم ما قصروا حقيقة، وزارة الرياضة والشباب، يعني أمانة بغداد، وزارة الصحة، كل العمليات يعني كل الجهات السنة. نتمنى يعني إذا السنة قدموا لنا عون بنسبة 30 أو 40% نتمنى العام المقبل يكون التحضيرات يعني من وقت، وإن شاء الله نتمنى يكون المساعدة 100%، وذلك لإنجاح مهرجان أو عرس ألعاب القوة هو الماراثون الدولي إن شاء الله في السنة القادمة يكون المرة الثانية. ان شاء الله طبعا امنيه الكابتن تتحقق. خلينا نشوف الكارت الاحمر المن. الكارت الاحمر موجه الى الشركات التجاريه، شركات النقل، شركات الطيران، شركات العملاقه اللي تستثمر بالعراق لعدم فهمها فرصة الماراثون للاستثمار في كل بلدان العالم، وجميع الماراثونات اللي شاهدتها هي فرصة للشركات التجارية للاستثمار. طبعا أكيد البعض سيتحدث أنه أنت ما تقدر تجبر الشركات على الاستثمار، لكن أنا متأكد أنه من ضمن لوائح شركات النقل لمنع
منح إجازة لشركات النقال يجب أن تستثمر جزء من أرباحها لغرض دعم المؤسسات الأهلية عن طريق الإعلان. ومن الكارت الأحمر إلى الأصفر. كارت أصفر وجه للإعلام. رغم دور المؤثر بالبطولة ونقله ومساندته للبطولة، بس أوجه له كارت أصفر لأن كان واقف مكانات مو مخصصة له، احنا مخصصين للإعلام مكان بعيد عن مسار الركض، فكانت قنوات ومصورين بمجال الركض يعني أمام المتسابقين، وهذا أثر على سير السباق. ومن الكارت الأصفر للكارت الأبيض. كارت الأبيض الدكتور طالب فيصل، هو المنظم وهو الرئيس اللجنة العليا بصراحة، لأن التنظيم كان روعة، وبالنسبة له الرجال شهر ما نايم النوم كله، يشتغل من الصبح للعصر. طبعا تحياتنا لرئيس اتحاد ألعاب القوى الدكتور طالب فيصل. انتقل للدكتور في دقيقة، شو تحب تقول ما بعد خلص ماراثون بغداد؟ حقيقة أنا أشكر كل الجهات اللي ساندت وساهمت في نجاح هذا الماراثون، ومهما قلت ومهما حكيت ليس أنا فقط، أنا جميع الأخوة في الاتحاد العراقي، الفرحة هي فرحة كبيرة جدا ولا تلم ولا توسع ما ممكن أن أقوله بكلمات، لأنه إقامة هذا الماراثون كان تحدي كبير ونجاح كبير، فأنا أشكر كل من ساهم وشارك في نجاح هذه الماراثون من اللجنة الأولمبية، من وزارة الشباب، من أمانة بغداد، محافظة بغداد، عمليات بغداد، القوات البرية، شركة زين العراق، فلاي بغداد، الهلال الأحمر. اليوم دعاية مجانية. لا حقيقة هم ساهموا معنا سواء كانوا ماديا أو معنويا في نجاح هذا الماراثون. كذلك شكر للجان التحضيرية والعاملة، هؤلاء الجنود المجهولين الذين كان لديهم بصمات كبيرة وواسعة في نجاح هذا الماراثون بالشكل اللي يغليق ويظهر واجهة العراق بشكل صحيح. شكرا. وكذلك لكم اتحاد العاب القوى. شكرا لكم فرد فرد، بدءا من أول شخص لآخر شخص. الله شكرا كابتن. سعادة اللواء طارق، في دقيقة لمن توجه كلامك وش تقول؟ لازم أشكر اتحاد العاب القوى الذهبي برئاسة الكابتن طالب طبعا ومجلس إدارته المحترم، الشكر لمحافظ بغداد السيد علي التميمي، الشكر لرئيس اللجنة الأولمبية السيد رعد حمودي، الشكر لوزير الرياضة، الشكر للدكتور وليد عطا رئيس اتحاد مصر العاب القوى ان اتاح لي الشرف ان انا ابقى رئيس بعثة. انت اول مرة تزور العراق؟ في بغداد. اول مرة ان شاء الله مو اخر مرة. إن شاء الله. يعني في نهاية حديثي معكم لا يسعني إلا أشكر الدكتور زيدون الخفاجي الأمين المالي لاتحاد ألعاب القوى. شكرا لك دكتور، شرفتنا اليوم. سعادة اللواء طارق حسن بلدك الثاني نيابة عن كل العراقيين، أتوجه لك بالشكر والتقدير. الله يخليك، حضرت هنا وأهلا وسهلا بك بلدك. إن شاء الله تتكرر الزيارة المصرية في أكثر من مناسبة رياضية، مو بس باتحاد ألعاب القوى. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، أصل وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.